الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الواحد في ذاته لا قسيم له وهو الواحد في صفاته لا مثيل له وهو الواحد في أفعاله لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله شرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وسد أبواب الجنة فلا تفتح لإنس ولا جان إلا عن طريق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى وتمسكوا بدينكم فإنه عصمة أمركم وسر قوتكم وسبب نصركم. ثم اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، لا زلنا نعيش وإياكم في رحاب ومحراب آية الكرسي، ومع قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله لا إن من ضعف اليقين أيها الإخوة والأخوات، إن من ضعف اليقين وقلة البصيرة في الدين أن تلتفت القلوب إلى غير ربها وخالقها، وأن تتعلق النفوس بغير بارئها وفاطرها رغبة أو رهبة، خوفا أو رجاء. هذا التعلق يتمثل في تصرفات أو في سلوك بعض الناس وتصرفاتهم، ومن ذلك أن الكثيرين، لا البعض فقط بل الكثيرين من الناس، يذهبون ويقصدون العرافين والكهان والسحرة والدجاجلة من الرجال والنساء أملا في رفع ذكر النزل أو في دفع خطر متوقع أو باستخبار عن مسائل غيبية مغيبة أو استكشاف عن أن بعض الناس وهم يحرمون شهادة أن لا إله إلا الله يأتون بناقض لا إله إلا الله في قوله الله لا إله إلا هو. الأسوأ من ذلك أن بعض الناس لا يقدم على أمر ذي بال ولا أمر ذي شأن إلا ذهب إلى العراف أو الكاهن أو الكاهنة أو
الفقير. وما أدراكم من الفقير؟ إنما في الشرك بالله عز وجل.
وإنني كان سببا في إثارة هذا الموضوع، موضوع الكهنة والعرافين. يوم أمس الخميس بعد خروجي من صلاة الظهر من مسجد الفتح، تقدم إلي شخص بهذا الشريط بهذا القرص، فقدمه إلي وطلب مني أن أراه وأن أشاهده، وقال إني صاحب الشريط، أي هو صاحب هذا الشريط وصاحب هذا القرص. ورأيته وشاهدته بمعية بعض الإخوان الذين يحضرون معنا الآن، بل وصاحب هذا الشريط يحضر معنا الآن. أتدرون لمن هذا الشريط؟ إن هذا الشريط يلومني فيه صاحبه، وهو محق في ذلك. هذا الشريط يقول فيه صاحبه: جزاك الله خير على أنك صليت معكم الأسبوع الماضي في مسجد حمزة، ولقد حذرت أيها الشيخ من الدماء التي تهرق في على أمواج البحر تقربا لشياطين الإنس والجن، ولكن ما كان عليك يا خطيب مسجد حمزة، يقول الذهاب إلى الكهنة
رب من رحمته الرحيم. لعن الله من ذبح لغير الله. ويقول المعصوم عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ورواه صححه الحاكم ورواه أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا، أي ذكر وذهبت مع مجموعة
شيخ جليل، وهو من كبار العلماء في المغرب، الشيخ العلامة محمد الجردي نزيل طنجة حفظه الله ورعاه. فلما ذهبنا إليه ودخلنا عليه المصحة لزيارته وعيادته، فجأة جاء الطبيب المعالج، وهذا الطبيب شهرته ليست محصورة في المغرب فقط، بل شهرته هو مشهور على مستوى العالم كله في تخصصه وفي مهارته العلمية والطبية. فلما دخل علينا في غرفة المريض الفقيه الشيخ، طلب منا أن نخرج من الغرفة لينشف على المريض ليراقب ذلك الجرح. فتعثرت أنا بعض الشيء، وأنا أقول هذا وأنا بين يدي الله، بل والحمد لله مما يعظم شهادتي أن أخي وحبيبي فضيلة الشيخ محمد السحابي وهو يحضر معنا الآن في الصف الأول قد حضر معي هذا المشهد. لما خرجنا تأخرت أنا شوية وشدت الطويل، بغيت نوصي على الشيخ عندما تعرفوش ماشي من المنبر. قلت الله يجزيك بخير ايها الطبيب، بارك الله فيك، هذا المريض من خيره علماء البلد، من الفقهاء الربانيين، نحسبه من العلماء الصالحين ولا نزكى على الله احدا. الله يرضى عليك، اتهلى فيه واعتني به مزيان، لعل الله عز وجل غادي يميلك منه، غادي تنال منه واحد دعوه صالحه او شيء بركه من هذا الشيخ المبارك. فخرجت وأغلقت الباب والتحت بي التحقت بي أخوان الشيوخ والعلماء وخشنا جالسين يعني في الباب ديال المستشفى. فلما أنهى مراقبته للمريض الشيخ المريض خرج الطبيب، ثم دخلت مرة أخرى فوجدت الشيخ مضطربا، وجدناه كئيبا حزينا، وجدناه في هيئة مضطربة خالقا. قلت ماذا بك؟ خفناهنا بشر، قالوا شحاجة كيناهنا العملية من شحاجة. قال لي هكا بإسم، قال لي السيحية واش عفتي هذا كل هذا مستطيع لي أشكو غير أشكو القلية؟ قلت له خير أفتي مش القلية. قال لي راه بني خشبه، قال هكذا بالحرف الواحد، بالحرف الواحد من هنا أنبه على قاعدة عظيمة
وبالإفساد وفساده. فمن تاب منهم فهو أخونا وحبيبنا، ومن تاب تاب الله عليه، والتائب حبيب الرحمن، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله ومجتباه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وشاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، إن الذهاب إلى العرافين والكهان والمنجمين والدجاجلة كما سمعنا ناقل من نواقل لا إله إلا الله، وإن هؤلاء الكهان والعرافين قد عظم بهم البلاء والله، قد أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فكم من بيت عامر خربوه، فكم من زوجين متآلفين فرقوا بينهما، فكم من عداوة وبغضاء ذكوا نيرانها بين الأهل والأقارب والجيران، فأصبح الذين كانوا بالأمس كالإخوان في الليل أصبحوا بسبب همهمة هؤلاء الكهان أصبحوا متقاطعين متدابلين متشاكسين. وكم من أموال طائلة بالباطل والعدوان أكلها. فلذلك يا معاشر الإخوة والأخوات، ينبغي أن نكون على هيئة رجل واحد، حكام ومحكومين، في مواجهة هؤلاء المفسدين، حماية للدين وحماية لمعتقد المسلم لمعتقد المسلمين، وحماية للمجتمع من هؤلاء الأشرار، وحماية للمجتمع من هؤلاء الأشرار. أما ما يتعلق بهذا القرص، بهذا الشريط الذي يحمل توبة صاحبه الذي كان بالأمس كاهنا وساحرا ويدل الناس على غضب الله عز وجل، فأنا لا أنشره إلا إذا أذن لي، وأنا أنتظره بعد الصلاة أن يأتي عندي أو عند البيت، فهو قد طلب لقائي وطلب الجلوس معه، طلب الجلوس معي، وأنا مستعد للجلوس معه، بل سيجدني إن شاء الله عز وجل فرحا به، سأستقبله بالأحضان وأفسر له بعض الأمور التي قد تكون قد التبست ولا زال في لبس فيها. يقول واش ما كانش مشى يشتري، انت من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت تدعي علم الغيب
وبشره إن شاء الله عز وجل بتوبة الله عليه، فإن الله عز وجل يفتح باب التوبة لعباده ما لم يغرر العبد وما لم تطلع الشمس من مغربها. فالذنوب كلها ماعت الشرك، ماعت الشرك، وحتى الشرك إن تاب وإن تاب صاحبه منه فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، يقبل التوبة. أسأل الله عز وجل أن يوفقها، أن يوفق إخواننا، وأسأله عز وجل أن يتوب على الباقين حتى يراجعوا أنفسهم وحتى يعودوا إلى حضرة الإيمان وإلى حضرة التوحيد وإلى حضرة الدين وإلى حضرة الهدي النبوي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم صلوا وسلموا على الشفيع يوم الزحام، اللهم صل وسلم على نبينا محمد صاحب أعظم الرتبة وأكرم الرسالة، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأن معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم وفق، اللهم وفق بفضلك إمامنا أمير المؤمنين محمد السادس إلى ما تحبه وترضاه. اللهم آله الحق حقا وارزقه اتباعه، وآله الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم متعه بالصحة والعافية، اللهم أقر عينه بصلاح ولي عهده وبأبناء شعبه وبأبناء هذه الأمة كلها. اللهم إنا نسألك لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيها أهل، يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تقدمنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا ما صار الى الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا. اللهم انا نسالك قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيما وملكا كبيرا. اللهم وفق الاحياء ويسر لهم امورهم، وارحم الاموات ووسع عليهم قبورهم. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم ارحمنا وارحم ابائنا وامهاتنا، اللهم ارحم مشايخنا، اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ارحمهم وارحمهم وارحم ابائهم وامهاتهم الى اولهم في الاسلام. اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح، اللهم البس لباسنا لنساءنا لباس التقوى، اللهم البسهن لباس التقوى يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كرما الا نفسته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ولا تائبا الا قبلته، ولا تائبا الا قبلته، ولا عاصيا الا هديته، ولا غائبا في بدرك وبحرك الا ردته سالما غانما الى رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ثم ايها الاخوه والاخوات، قبل الصلاه يعني هناك مذكره من منظوميه الشؤون الاسلاميه تنبه الإخوان لنا والأخوات لغير شيء الحج في السنة المقبلة إن شاء الله، أن شبابيك الاستخلاص يعني ماشي خمسة يعني مستحقات لهم، هذا سيبدأ، ستفتح أبواب هذه الشبابيك بداية من نهار 17 يناير، من بداية من نهار 17 يناير المقبل، فالمعنيون بأمر يتوجهون يعني إلى هذا الشباب يعني في العمالة أو الأماكن المخصصة لهذا الأمر. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم، وأن يبلغنا مبالغ الخير الذين لم يوفقوا لحج بيت الله الحرام، أسأل الله عز وجل أن يكتب لهم ذلك وأن يعينهم على ذلك وأن يطيل أعمارهم.